15 يوم وفي شقة أخوه مش في شقتي أنا، شقة أخوه يحبسني فيها 15 يوم وضرب وإهانة وشتيمة تعبت بصراحة تعبت. ما قلتلوش حبسني ليه يا عبد الله؟ قلت له حبسني ليه؟ قال لي عشان الدور يبقى قريب وترمي نفسك، يعني انت حاططني هنا عشان انا اموت نفسي عشان انا اوصل للانتحار؟ طب ليه ما تسيبني اروح بيت اهلي معززه مكرمه، البيت اللي جبتني منه وديني فيه بدل ما تبهدلني البهدله دي كلها. هو اللي ضربك في عينك الضرب ده؟ هو اللي ضربني في عيني ده، انا وشي كان قد كده والله بس خفيت دلوقتي الحمد لله. امه ما كنتش بتصعب عليها ست وعندها بنات؟ كلهم جاحدين والله يا استاذ، كلهم جاحدين، مفيش في قلبهم ذرة رحمة ولا شفقة ليا خالص، مش عارفة ليه، مع إني معاملتي ليهم يعني ما كانتش وحشة والله، معاملتي ليهم ما كانتش وحشة. خلاف على إيه يا بنتي؟ الضرب ده خلاف على أتفه الأسباب، أتفه الأسباب، مفيش أسباب والله. قولي لي حاجة كده، اتضربت على ضرب موت من اللي أنا شفته ده؟ حاجات تافهة جدا والله يا أستاذ، زي ما بابا حكى لي كان نقاش عادي يعني بيني وبينه، إن هو بيقول لي انت متاخره في الجواز ومش متاخره في الجواز، قلت له ده انا خرج انت عندك 25 سنه، جاتني ناس كتير ومش عارفه ايه، لقيت لك البواني والضرب اشتغل عليا. طب ليه كل ده؟ ليه القسوه دي كلها؟ الموضوع ما كانش مستاهل ان انت توصله للدرجه دي. وانت لسه عروسه كده وبتنضربي، ما دخلتيش لبابا وقلت له بابا الجوازه دي مش هتنفع؟ والله لا، انا قلت يمكن ينصلح حاله بعد الجواز، يمكن يبقى في غير كده بعد الجواز ومع العشرة، يمكن كل حاجة تتغير، بس بصراحة ما لقيتش كده. نزلت كده بطولك؟ ما لقيتش كده. نزلت من البيت ده بطولك؟ نزلت بطولي والله. معكيش خدتش أي حاجة من البيت؟ ما خدتش أي حاجة، الدهب يخلعوني ويروح يعمل فيها محضر إن أنا أخد الدهب، ونازلة بدون علم، وأنا نازلة مع الأستاذة الصحفية وأستاذة أسماء وفي كاميرات مصورة، وقلت الكلام ده في النيابة وفي التحقيقات. امال ايه بقى حوار الرمان وجايبين دليفري ده؟ بيقول لي احنا ضاربينها ولا حابسينها، دي كانت بتشرب رمان عصير رمان وطالبه دليفري. مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده، حوارات عماله تحصل كده وكل يوم بسمع كلام جديد كله كدب في كدب، يعني انا ما حصلش اي حاجه من الكلام ده. انت عايزه ايه يا حبيبتي؟ انا دلوقتي عايزه الناس تقف جنبي لحد ما اخد حقي، بس مش عايزه غير حقي والله، وعايزه ربنا يقف جنبي لحد ما اشوف حقي بعينيا. تقعدي مع نفسك كده تقولي ايه يا مها؟ بقول يا رب انصرني، انصرني على مني عديلة، لان انا تعبت فعلا والله وشفت يعني اللي ما حدش شافه. وماما بتقعد جنبك تقول لك ايه؟ ماما بتقعد تهون عليا ومعلش واستحملي وفتره وهتعدي وازمه وهتعدي كده والله. الف سلامه عليك، ان شاء الله حقك هيجي. الله يسلمك، انا قويه بيكوا والله، انتوا جنبي، طول ما انتوا جنبي انا قويه بيكوا كلكم والله. حقك هيجي باذن الله. بشكركم.